ما تتخيل شنو انا يعني متفاجئ وسعيد وبشكل غير عادي يعني، وعلامات الاهتمام واضحه يعني، تصوير الامكانيات، تسخير الامكانيات هاي كلها، فسح المجال امام الجمهور من خارج اعضاء الجمعيه، الدور المجتمعي للمسؤوليه المجتمعيه اللي قاعد تقوم فيها الجمعيه، هذه مؤشرات كلها طيبه، ويعني خلينا نقول ورشه عمل اهدافك في مرمى حياتك. هذا الاسم اللي يعني جذب الحمد لله مجموعه كبيره من الجمهور اليوم، وهو ان كيف يتحول حياه الانسان الى مرمى، لأن دائما الناس تحب في متابعتها للمباريات تحب النتائج وتحب تهتف من على المدرجات في موضوع جول يعني حقق نتيجة. اليوم احنا حاولنا في هذا البرنامج ان احنا نوعي المشاركين معنا بأهمية الأهداف في حياة الإنسان، وماذا تعني كلمة هدف، وماذا تعني النتائج. بمعنى أن الإنسان هنا مقسم إلى أقسام، في جانب روحاني في علاقته مع رب العالمين، في جانب نفسي علاقته مع ذاته، في جانب اجتماعي علاقته مع أسرته ومع أفراد عائلته والمجتمع، وهناك في جانب جسدي يتعلق في صحته. هذه المكونات الأربعة تكون عند الإنسان الصحة النفسية والاتزان، وهذه يعني تنتج عن كل دائرة من هذه الدوائر مجموعة من الحاجات التي تتحول إلى أهداف. فعندما أنا أكون في علاقة مع رب العالمين يعني أنا وصلت إلى الطمأنينة والإطمئنان والراحة النفسية والشعور بالرضا تجاه نفسي وتجاه رب العالمين. أيضا لما أنا أتعامل مع نفسي أحترمها وأقدرها وأرفع من شأنها وأقدمها للآخرين بأحسن صورة، وأتعامل معها برفق وبحب وبأنس، وأحترم ذاتي وأقدم وأعمل توكيد لذاتي بأن الله سبحانه وتعالى خلقني بني آدم ومكنني وجعلني مستخلف في الأرض، وأيضا أعطاني الصحة والإمكانيات وسخر لي السماوات والأرض، فهذه كلها تعطيني نوع من الراحة والشعور بالثقة في النفس والدافعية نحو الإنجاز والعطاء. العلاقات الاجتماعية وما الأهداف الأسرية، دوري أنا كأب، دور الأم، ما هي دورنا تجاه أبنائنا، ما هي النتائج التي سنظهر ونحاول أن نحققها في أسرتنا من انسجام في العلاقة، من احترام، من قيم، من مفاهيم، من حث وتشجيع وتوجيه على العلم والتعلم، على أيضا على مكارم الأخلاق، تتحول هذه كلها على شكل أهداف. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كيفية تحويل هذا الهدف إلى خطة عمل، كيف أنا أنفذ هذا الهدف، لأن الهدف لوحده سهل لكن كيف ينفذ، وتطرقنا إلى موضوع التخطيط وقلنا أن هناك في ثلاث مراحل، قبله وأثناءه وبعده. ثم انتقلنا إلى موضوع تقييم الأهداف، يعني أنا كيف الحين أحط هالخطة على الورق جدا طيبة سهلة، لكن كيف تنفذ، ثم أسوي عملية مقارنة بين التوقع والواقع لأعرف مدى إمكانياتي وقدرتي والنسبة المئوية لتحقيقي لإنجازاتي وأهدافي. ثم بعد ذلك نعمل عملية توزيع لكل هذه المهام، فتتحول خريطة أيامنا إلى عبارة عن مهام نقوم بعملها، فنعمل ما يسمى بالإيقاع، فيصير عند الإنسان إيقاع في حياته، إيقاع ثابت في إنجاز الأشياء الثابتة كالصلوات، كذهاب إلى العمل، كالراحة، والأشياء المتغيرة اللي هي يعني يستجيب الإنسان للمتغيرات سواء من ناحية تعلمها، من ناحية إدراكها، من ناحية استثمارها إلى آخره. الناتج من يعني من خلال تجربتنا الطويلة في هذا الميدان وفي هذا المجال أن أي شخص يبدأ يعي ما هي أهدافه ستتغير أشياء كثيرة عنده. أول شيء يحدث عنده التنظيم الشخصي، ثانيا تحدث عنده ترتيب الأولويات، ثالثا يلتفت أكثر إلى الاستثمار في ذاته من ناحية العلم، من ناحية المهارات، يتوجه بعد ذلك إلى الاستثمار في أبنائه، فيوجه طاقته وإمكانياته إلى أبنائه. كذلك الإنسان يبدأ يركز على ما هو أهم وليس على غير مهم، فلا يهدر أوقاته ولا يهدر طاقته ولا يهدر وقته ولا جهده في أشياء ليس له داعي. الإنسان في هذه الحالة دائما يكون عنده رؤية، عنده مستشرف، عنده حماس لتحقيق هذه الأهداف، عنده انتظار، دائما ينتظر ومتشوق لتحقيق أهدافه، وبالتالي راح تترتب حياته. إذا ترتبت حياة الإنسان لن ينشغل بالآخر، لن يعادي الآخر، لن يهدر أوقاته في متابعة الآخر بقدر ما هو يعني يكون هو نموذج يحتذى فيه فيقلده الأبناء ويقلدون من حوله. أكرر شكري إلى جمعية المحامين، وأكرر الشكر إلى كل من حضر إلى هذه اليوم الورشة، وأسعدني في حضوره وأيضا تفاعله، وشكرا لك.